أسألك بالله، جاهز للقاء الله؟ جاهز للقاء الله؟ كم صلاة تأخرت عليها؟ لو قالوا لك باقي لك ساعة في حياتك الدنيا، اللي باقي بتعيشه في دنياك ساعة، يلي تسمعني ذكر ولا أنثى، إنس ولا جن، لو قالوا لك باقي لك ساعة في الدنيا، أسألك بالله وش يمديك تسوي فيها؟ يمديك تدخل يدك في جيبك وتخرج جهاز جوالك وتمسح كل المقاطع اللي تغضب الله؟ يمديك يسعف كل وقت ساعة؟ يمديك تنزل عند قدم أمك تقبلها وتقول سامحيني كم عقيتك، كم أغضبتك، كم فعلت فيك؟ يمديك تروح لأبوك وتقول سامحني يا أبوي، كنت تصرف علي وتعاتبني من أجل مصلحتي ومع ذلك أنا كنت أتمرد عليك؟ يمديك تروح لسيارتك وتكسر أشرطة أغاني لطالما انهزمت لها؟ يمديك تروح لجهازك لابتوب ولا مكتبي في بيتك مليان مقاطع مليان أشياء تغضب الله عز وجل؟ يمديك يسعف كل وقت؟ باقي لك ساعة، ساعة بس. يمديك تروح العمات الخالات الأخوات لطالما عقيتهم لطالما قطعتهم؟ يمديك الغالي؟ والله ما أظن يمديك. طيب من الليلة، من الليلة أقبل يدك، لا تخرج من هذه الخيمة إلا وأنت مع الله، لا تخرج من هذه الخيمة إلا وأنت مع الله. هذه الحياة الحقيقية يا أحبة، والله هذه الحياة الحقيقية.